قال مدير مركز الإبداع الرقمي بالمنصورة الدكتور شريف كشك إن المركز يساهم في إعداد الشباب لسوق العمل، وذلك من خلال البرامج التقنية الرقمية الحديثة. وأضاف أن المركز الذي افتتحه اليوم الرئيس السيسي داخل جامعة المنصورة متاح للطلاب وحديثي التخرج للمساهمة في مكافحة البطالة. مركز إبداع مصر الرقمية والذي افتتحه سيادة الرئيس اليوم هو مركز قامت بإنشاؤه وزارة الاتصالات والمعلومات داخل جامعة المنصورة، ليقوم بالاستفادة به طلاب الجامعة والخريجين من الجامعة والجامعات المحيطة. يقوم مركز إبداع مصر الرقمية بتأهيل الطلاب والخريجين لسوق العمل عن طريق تقديم برامج تدريبية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات، من التدريب على البرمجيات المختلفة وعلى استخدام نظم تكنولوجيا المعلومات، بما يعود بالعائد على الطلاب وتحقيق مستقبل واعد لهم. يقوم المركز بتدريب الطلاب حديثي التخرج، حيث يستطيع الطالب التقدم للبرامج المختلفة. والمركز حاليا يقوم بقبول الطلاب على مدار العام للبرامج المختلفة لتجهيز شباب مصر لسوق العمل وتأهيلهم إلى تكنولوجيا تأهيل الشباب للتكنولوجيا الحديثة.